مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في لقاء يومي يتجدد على شاشة النيل للأخبار وحلقة جديدة من القاهرة تمتد مع حضراتكم كالمعتاد من الآن وحتى قبيل منتصف الليل بتوقيت العاصمة. لدينا اليوم جولة مع أهم أحداث اليوم، ولدينا موضوع واحد للحوار. موضوع الحوار هو موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة. بتعتبر الموازنة العامة للدولة هي الأكبر في تاريخ مصر، كما وصفتها كل الأقلام التي تحدثت عن هذه الموازنة. وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، وإحالة هذا التقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات. أكد الدكتور عمرو الجرحي وزير المالية أن إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدف تحصيلها في عام 2022 يصل إلى 1.4 تريليون جنيه، مع الوصول بنسبة عجز الموازنة إلى أقل من 0.4%. أضاف الجرحي أن الحصيلة الضريبية للعام المالي 2014-2015 بلغت 300 مليار جنيه. الحصيلة المستهدفة في موازنة العام المالي 2018-2019 تتجاوز 770 مليار جنيه، مقابل نحو 604 مليارات جنيه بموازنة العام المالي الحالي، مؤكدا أن المنظومة متكاملة ولا يمكن الحديث عن عنصر بمعزل عن أي عناصر أخرى. للحديث حول هذا الموضوع سوف ينضم إلينا في هذه الوقفة الحوارية النائب ممدوح الحسيني عضو مجلس النواب، والدكتور محمد الشواتفي عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق. مشاهدينا، البداية كالمعتاد مع جولة مع أهم أحداث اليوم، ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا، أجدد التحية بحضراتكم ونبدأ هذه الجولة بين أهم أحداث اليوم بخبر تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي بحكومة تسيير الأعمال بتشكيل الحكومة الجديدة. يأتي تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة بعد يومين من تقديم حكومة شريف إسماعيل استقالتها للرئيس. كان السيسي قد كلف مدبولي في شهر نوفمبر الماضي برئاسة الحكومة مؤقتا خلال رحلة سفر شريف إسماعيل لخارج البلاد لتلقيه العلاج. وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس مروان يونس المستشار السياسي لائتلاف دعم مصر، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا باشمهندس مروان. أهم الملفات المطروحة على جدول أعمال رئيس الوزراء الجديد. أول حاجة كل الأمنيات الطيبة مصطفى مدبولي في توليه الوزارة في لحظات صعبة، وهي لحظات الإصلاح الاقتصادي وتحديات كتير بتمر بيها مصر في الفترة الحالية. خلينا نتكلم على أهم الملفات اللي هي أمامه في هذه اللحظات. عندنا أول حاجة ملف الالتزامات المصرية مع صندوق النقد الثالث مرحلة، وهي رفع الدعم التدريجي اللي حصل على الوقود وعلى الكهرباء وكيفية المرور منه بهدوء من خلال حزم جديدة يطرحها من الدعم الاجتماعي للمواطنين، تكافل وكرامة عندنا. وأيضا عليه برضو دور كبير، لابد أن ينظر بعين لمتوسطي الدخل، لابد أن ننظر إليهم حتى لا تتضرر هذه الطبقة أو تتألم أكثر من ذلك من إجراءات الإصلاح الحالية، رغم أنها هي وجبة ولكن هناك بعد اجتماعي وسياسي. نتمنى لدكتور مصطفى أن هو يبقى موفق في المرور بهذه هذا المطب السياسي. ولكن هناك أيضا ملفات أخرى، واللي فتح الملف الرئيسي بتاعه والملف السياسة الداخلية السيد الرئيس في المؤتمر الأخير، علينا التزامات دستورية وانتخابية. عندنا مجال الشعبية المحلية قادمة هتكون هي العماد الرئيسي للرقابة الشعبية على أجهزة الدولة والإدارة المحلية، وهي دي اللي بتلمس المواطن بشكل يومي في التعليم، في الصحة، في الطرق، في الإشغالات، في الصرف، في مراقبة الوزارات وأدائها في أماكنهم. وهي انتخابات مفصلية في تاريخ مصر، لأنها هي
هتؤسس لمشروع سياسي كبير جدا، ومجموعه من السياسيين الجدد هتتخطوا 50,000 مواطن هنجحوا على كافه المستويات. الملف الاخر وهو الاعداد لانتخابات مجلس الشعب القادمه اللي هي خلال سنتين من النهارده، سنتين وشهور، هيكون انتخابات ايضا مفصليه. فهذه الانتخابات لابد ان تمر بشكل جيد جدا، حيث ان مصر كثير من الدول في هذه اللحظات تنظر اليها وتتمنى لها التعسر في اي اجراء بتقوم به. عندنا ايضا ملف التشريعات السياسيه، كما قال السيد الرئيس ان هناك دعم للاحزاب وتمكين للاحزاب في الفتره القادمه، فعليه ايضا خلاف الملفات الاداريه التقليديه اللي هو مسؤول عنها، هيكون عنده ملف مهم جدا وهو كيفيه تمكين الاحزاب واعاده تنشيط الحياه السياسيه حتى تفرز لنا كوادر مناسبه. مصر لابد لها من رجال يظهروا مع الوقت، ما ينفعش ان احنا نفضل مستكنين، لابد يظهر مجموعات ثم مجموعات من السياسيين الوطنيين يظهروا على الساحه ويبقوا قادرين على تحمل المسؤوليه. ملف اللي يمكن اطيل شويه في التعليم والصحه. اي دوله عليها بعض الالتزامات الرئيسيه، منها الخدمات الرئيسيه مثل الطرق والمرافق وتنظيمها والامن، والتعليم والصحه هي ما تقدمه الدوله لمواطنيها من تعليم جيد متناسب على كافه ربوع الجمهوريه بنفس المستوى، وايضا تامين صحي. طالما بنتكلم على رفع دعم كامل واصلاح اقتصادي وفتح السوق وسوق حر وراسماليه، بدنا ننظر لالتزامات الدوله من الجانب الاخر في هذان الملفين اللي ينتظر المصريين وهو بحق الكثير فيه. نعم. الملف الاخير هو التواصل مع الناس. الوزاره الماضيه عملت انجازات لا يمكن ان ننكرها او يعني نغفلها باي شكل من الاشكال، والسيد شريف اسماعيل يعني انا من الناس اللي بكن له احترام وتقدير غير عادي، ولكن كان هناك ملف التواصل مع الناس، كان لابد للحكومه من ادوات للتواصل مع الشعب المصري، لان اي قرار سياسي جيد لابد له من بعد اجتماعي وراي عام يلتف حوله حتى يمر بهدوء ننجز ما مفترض ان ننجزه من هذه القرارات. فملف صعب، اجنده صعبه جدا، اتمنى منه النجاح فيها، اتمنى في اختيارات جيده للساده الوزراء، ولو اتجه للشكل التكنوقراط وهذا متوقع رغم ان انا كنت لسه هسال حضرتك عن الحقائب الوزاريه المنتظر ان يطالها التغيير، والحقائب الباقيه والمعيار في اختيار الوزراء الجدد، هل هي هتكون حكومه تكنوقراط ام انها هتكون شيء اخر؟ صراحه مع اقراء سياسيه موضوعيه هي ستكون حكومه تكنوقراط بشكل كبير، ولكن هي الحكومه التكنوقراط الاخيره، لان بعد ذلك لو الاحزاب اتحركت ومع الانتخابات القادمه ومع نصوص الدستور الحالي ستفرض توازنات سياسيه في الحكومه القادمه ما بعد دكتور مصطفى غزير. ولكن لو اتجه للتكنوقراط عاوزين نهمس اذنه ان لابد لهذه الحكومه، لان اجندتها السياسيه مكتظه بالتحديات، ان يكون لكل وزير مستشارا سياسيا محترفا، حتى ومستشار تسويق سياسي معاه محترف ايضا حتى يستطيع معاونته، لان مش هيبقى الملف ما بين الدوله والرئيس وما بين الوزراء وينجزوا انجازاتهم واوراق تعدي من اليمين من هنا لهنا وبشكل جيد. لا، الفتره القادمه فتره سياسيه بالطراز الاول، فلابد يكون تواجد حقيقي للبعد السياسي في قرارات متعدده، في قرارات كتير ضروريه، بس احنا ما سمعناش. يعني انا عارف يمكن سياسيا طبيعه ما وظيفتي طبيعه منصبي والكلام ده، لكن نعم. كنا نتمنى ان الناس تبقى عارفاها مبكرا، كنا نتمنى هناك حمله مبكره، نيجي نتكلم على الضرايب، رفع الضرايب ضريبه القيمه المضافه، نيجي نتكلم على رفع دعم، لابد المواطن يكون هو واعي بالمشكله، واعي بالازمه وايه اسبابها والكلام ده، وايضا جداول زمنيه يبدا يحقق فيها المواطن على الاقل خطوات نحو رفع الالم، مش لازم نرفعه كليا، الدوله بتنطلق في سنتين ولا ثلاثه، بتاخد 10 15 سنه اي دوله يعني في العالم. ولكن البعد السياسي والاجتماعي وكيفية التواصل مع الناس ده ملف خطير في الفترة الجاية يا دكتور مصطفى. أتمنى من القلب وليس تسويقا لفكرة وجود السياسيين، السياسيين جايين جايين في الحكومة القادمة، ولكن هذه الحكومة عليها أن تعي البعد السياسي لما هو قادم من أحداث، عليها أن تعي التحديات، عليها أن تعي هناك منافسة ستظهر أجلا أم عاجلا، أشار إليها الرئيس أنها لابد أن تظهر بين الطوائف السياسية المختلفة الوطنية طبعا، لم نستثني تيارات الإرهاب من هذا الأمر. طب الحقائب الوزاريه مهندس مروان؟ بصي انا مش من بتوع ضرب الوضع بقى ونقعد نقول ده يمكن ده يجي وده يمكن ده يمشي، هو عنده خطه وكان جوه الوزاره، يعني هو مش جاي من بره بحيث ان هو يقول ايه الدنيا فيها، لا هو عارف المشاكل، هو عارف مين شغال من زملائه في الشكل اللي هو يتناسب معاه،
ومين مش قادر يتناسب معاه بغض النظر هو كويس ولا وحش يعني الوزير اللي هيقعد، ولكن هو له اسلوب ويعلم من خلال وجوده في الوزاره اكثر من 3-4 سنين دلوقتي، عارف ان بهذا الاسلوب ربما ده يتوافق معايا، ده كويس انما لا يتوافق معايا، ده انا محتاج وزير سياسي في الحته دي، انا محتاج واحد تكنوقراط جامعي مختص بملف كذا في الجانب ده. فانا اعتقد هتبقى بالشكل ده، انما مين ماشي ومين قاعد اعتقد يعني مش وقته، لان انت عارفه الكلام ده هيؤخذ علينا كلام وقال ايه وقال ايه، فخلينا نتكلم في الشكل العام مش اسماء. اشكرك مهندس مروان يونس المستشار السياسي لائتلاف دعم مصر على هذه المداخله. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تابع باهتمام نتائج اجتماعات مجلس الأعمال التنسيقي السعودي الإماراتي بحضور سمو الأمير محمد بن سلمان وسمو الشيخ محمد بن زايد وما تمثله من تعزيز لآليات العمل العربي المشترك. وأشار الرئيس السيسي إلى دعم مصر الكامل لكل الجهود المبذولة على صعيد تدعيم الروابط المشتركة بين الأشقاء في السعودية والإمارات، مؤكدا أنه يثمن هذه الخطوة متمنيا التوفيق لما فيه رخاء واستقرار الشعوب العربية، مشددا على أن النتائج التي تحققت تمثل نموذجا يحتذى به في تعزيز العمل العربي المشترك في شتى المجالات. يأتي ذلك عقب إعلان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اعتماد استراتيجية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا أطلق عليها استراتيجية العزم. وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من السعودية السيد محمد آل زلفى عضو مجلس الشورى السعودية. سابقا برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بسيدتي. سيد محمد، تفاصيل أكثر عن استراتيجية العزم للتكامل الاقتصادي والعسكري والتنموي بين الإمارات والسعودية. من المؤكد أن هذا التنسيق يبشر بولادة فكر جديد في التعامل مع الشأن العربي ومجابهة المخاطر التي تهدد الأمن القومي العربي. موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمباركة هذه الخطوة المتقدمة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يدل دلالة قاطعة على أن هناك ولادة وعي جديد في عالمنا العربي ممثلا في ثلاثة الأهرام الكبرى، المملكة العربية السعودية ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما تعرفين سيدتي أن الأحداث أثبتت أن منطقة الخليج، المياه للبحر العرب، مضيق باب المندب، البحر الأحمر يصل إلى السويس، إلى كل هذا أنها كانت في مهب الريح من مخاطر أولئك الذين يريدون أن يحيطون بنا من كل جانب. لكن التنسيق السعودي الإماراتي المصري الآن بمباركة جمهورية مصر العربية لهذا التقارب يدل دلالة قاطعة أن هذه الدول الثلاث وصلت إلى قناعة تامة أن إذا لم يكن رسم السياسات والاستراتيجية بهذه الصيغة فإننا سنبقى في دوامة لا تنتهي، ولكن هذا يبشر بمولد أو ولادة مستقبل عربي جديد. نعم سيد محمد، هناك قدر كبير من التوافق بين السعودية والإمارات في المواقف السياسية والعديد من القضايا، هل استراتيجية العزم التي تم الإعلان عنها هل هي انحصار لدور الدولتين في مجلس التعاون الخليجي أم أن هذا التعاون الإماراتي السعودي ليس له علاقة بمجلس التعاون الخليجي؟ أنا أعتقد أن القطبين السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة هم القوة الفاعلة في مجلس التعاون. للأسف في كثير من المواقف نجد بعض الدول مجلس التعاون لها مواقف متناقضة حتى مع مفاهيم مجلس التعاون. تجد عمان لها موقف، الكويت لها موقف، الوقت الآخر قطر الآن موقفها مكشوف. إذا ما هو البديل وما هو أو ما هو الضمانة؟ نحن لا ننتظر لكي نرضي فلان وعلان على 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 حساب المصلحة القومية، المصلحة الأمن المنطقة. ولذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة وصل إلى قناعة أنه لابد أن نتجاوز يعني حكاية
دور مجلس التعاون ومقرراته الى ما هو ابعد، كما دعا المرحوم الملك عبد الله بن عبد العزيز ذات يوم قال نريد ان نتجاوز التعاون الى ما هو ابعد الاتحاد، فنحن نريد فعلا منطقه خليجيه امنه وجنوب الجزيره العربيه امنه والمياه المحيطه بنا امنه وامن مصر امن وكل المنطقه هذه امنه، لانه انظري ماذا يحصل في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي ليبيا وفي البلدان هذه كلها اصبحت مشاكلها عبء على امه العربيه، ويريد الخصوم للعرب ان يجعلوا كل الساحه العربيه مجالا للفوضى، ولكن بصه عسكريه عليهم كانت صعبه عليهم، المملكه كذلك، دوله الامارات كذلك، التعاون الثلاثي هذا هو الذي ويرسم مستقبل الأمة العربية. سيد محمد، استراتيجية العزم بدأت بالسعودية والإمارات، هل هناك تصور لتوسع في هذه الاستراتيجية لتشمل دولا أخرى غير السعودية والإمارات؟ الباب مفتوح لدول مجلس التعاون الأخرى إذا صدقت النوايا، ولكن إذا هم لهم مواقفهم، وللأسف بعض مواقف هذه الدول، فليبقوا اعضاء هم الان يكونون يعني اعضاء في مجلس التعاون، ولكن للاسف بعض مواقف هذه الدول غير واضحه تجاه القضايا المصيريه التي تفكر فيها المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات العربيه المتحده، وبعضهم يؤاخذ حتى كمان التقارب السعودي الاماراتي مع مصر. نعم. بكل أسف كان هذه قضية مختلفة، انظري ماذا كيف يقفون في الأوضاع في ليبيا أو في سيناء، هذه أمور أعتقد أن لابد أن نتعامل معها بوضوح وبصراحة وبجرأة، ولا نستني المجاملات التي أخرتنا كثيرا. سيد محمد، 44 مشروعا بدأت بها استراتيجية العزم، طبيعة هذه المشروعات؟ المشروعات تشمل منبثقة من الثلاث الركائز الأولى، الأمن، الاقتصاد، التنمية، التنسيق العسكري، أو هذه المقومات الأساسية. نعم. الآن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يخوضون حرب طاحنة ضد إيران في اليمن، وأيضا ضد تطلعات إيران في أن يكون لها اليد الطولة في المياه العربية، سواء في الخليج، في مضيق هرمز، في بحر العرب، في باب المندب، في البحر الأحمر، ولذا الدماء السعودية الإماراتية سالت بشرف على أرض اليمن للتصدي للأطماع الإيرانية التي فعلا تريد أن تطور كل النظم العربية وتريد أن تتغلغل في الأرض العربية، ويساندها بعض العرب بكل أسف بحسابات مختلفة حتى ولو كانت على حساب المصلحات العربية. نعم. السيد محمد الزلفى، عضو مجلس الشورى السعودي سابقا، كنت معنا عبر الهاتف من السعودية، شكرا جزيلا لك. أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طارق رضوان عن استيائه الشديد إزاء المذكرة الصادرة عن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مصر وما تضمنته من ادعاءات لا أساس لها من الصحة. قال رضوان في بيان صحفي اليوم إن ما ورد في المذكرة الصادرة بالأمس ليس إلا ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتجافي الحقيقة، لافتا إلى أن الدولة المصرية أكدت مرارا أنه ليس لديها معتقل سياسي واحد، وأن من يتم القبض عليه هم متهمون في قضايا جنائية ويقدمون للمحاكمة أمام القاضي الطبيعي. تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على صفحة شاومينغ بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي تقوم بتسريب امتحانات الثانوية العامة، ويدعى أحمد ميمحة من مواليد عام 1999، هو طالب ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان غرفة عمليات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تمكنها من إغلاق 12 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج للغش خلال 24 ساعة الماضية، وذلك بالتنسيق مع إدارة مواقع التواصل.
تفقد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية رئيس لجنة تنمية وإعمار سيناء إبراهيم محلب على رأس وفد رفيع المستوى تفقد عددا من المشروعات التنموية في مدينة العريش. وقام محلب بزيارة مستشفى العريش العام ومعرض أهلا رمضان، ثم عقد لقاء جماهيريا بالمدينة الشبابية الدولية، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك للتعرف على المطالب والمعوقات والمشكلات الخاصة بأهالي محافظة شمال سيناء. قال رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف الدكتور خالد عزب إن فوز الإسكندرية بتنظيم مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف يعد حدثا تاريخيا غير مسبوق، لأنه أول مرة تفوز دولة عربية وأفريقية بهذا التنظيم لأكبر مؤتمر دولي في مجال المتاحف والآثار في العالم، ويشارك فيه ما يزيد على 4000 خبير وشركة تنظيم معارض وخبراء في مجال تسويق المتاحف والتراث ومدراء متاحف من كل أنحاء العالم. ويقام بالتوازي مع المؤتمر معرض لتقنيات العرض المتحفي والمتاحف والتسويق. وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور خالد عزب رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف. دكتور خالد، برحب بحضرتك. دكتور خالد، أهلا يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. بداية، ما هي أسباب اختيار الإسكندرية لتنظيم مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف؟ يعني أولا كان في منافسة شرسة ما بين مدينة أوسلو وبراغ والإسكندرية. هذه المنافسة الشرسة تغلبت فيها الإسكندرية في نهاية الأمر، وده نتيجة جهود الأعضاء العرب في المجلس الدولي للمتاحف مع اللجنة المصرية للمتاحف مع وزارة الخارجية المصرية، وجهود الافارقه الاعضاء في الايكوم الدولي في مجلس الدولي للمتاحف الذين صوتوا لمصر. ثم بعض الدول الاوروبيه والاسيويه خصوصا الصين والهند واليابان. ده شكل كتله جديده من نوعها على مستوى العالم، ادت لمدينه الاسكندريه فرصه ان تستضيف اكبر مؤتمر تراثي ومتاحف في العالم كله. طب اهميه هذا المؤتمر ايه يا دكتور؟ أهميته أن بين المدينة الإسكندرية نقلة مختلفة تمام. أولا بيديها زخم سياحي، بيديها دعاية على مستوى العالم، هتستمر من الآن لسنة 22، بيجلب لها استثمارات، بيجلب لها خبراء، بيعمل نقلة نوعية في خبرات العاملين داخل الإسكندرية. كم من الدعاية ضخم لإسكندرية على مدار 6 سنوات سيكون في كل متاحف العالم. طب دكتور خالد، يعني هل تم اختيار مدينة الإسكندرية بناء على مقترح مصري ولا ده تم بشكل مختلف؟ يعني مين اللي اختار مدينة الإسكندرية؟ تقدمت اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف بطلب بملف الاستضافة، وهذا الملف تميز بعدة أشياء. أول شيء أن بنى تحالف داخل مدينة الإسكندرية، ودي كانت روح الإسكندرية وأهل الإسكندرية. هذا التحالف كان مكون من محافظة الإسكندرية، مكتبة اسكندرية، جامعة اسكندرية، جمعية الآثار في اسكندرية، أتلي اسكندرية، والمجتمع المدني والشباب الاسكندري. أنا عايز أقول لحضرتك على سبيل المثال، الشباب في اسكندرية دعمونا بحملة إعلامية على السوشيال ميديا بصورة دولية لم نكن نستطيع أن ننفذها نتيجة قلة الإمكانيات. فتحمس الشباب في اسكندرية لهذا الملف وقاموا بأكبر حملة دعائية لمدينة اسكندرية على السوشيال ميديا الدولية غير مسبوقة. طب دكتور خالد، بالنسبة لباقي المتاحف على مستوى الجمهورية، هل ستستفيد من فعاليات هذا المؤتمر المنعقد في الإسكندرية؟ يعني هيكون لها مردود على باقي متاحف الجمهورية؟ طبعا، وخاصة المتحف المصري الكبير اللي هيفتتح في هذه السنة بصورة كاملة. لكن احنا عملنا نوع جديد من السياحة في مصر بهذا المؤتمر، لان احنا ضمينا مدينه الرشيد واسكندريه بحيث ان هم يكونوا مقصد سياحي واحد ويدي تنوع وثراء للسياحه في مصر. فاللي هيزور اسكندريه هيزور رشيد زي اللي بيزور الاقصر واسوان حاليا، فهيصبح في مدينه اسكندريه ورشيد بالاضافه لمدينه قوه في محافظه كفر الشيخ بالاضافه للمزارات السياحيه والمتاحف العالميه. المتحف المصري الكبير اللي حضرتك تحدثت عنه في معرض كلامك، أين وصل الآن، خاصة وأنه سوف يفتتح في نهاية هذا العام كما ذكرت حضرتك؟
هو حاليا في مراحل انشاء جيده جدا، والامور فيه تسير على وتيره متسارعه. ربط المتحف الكبير بالهرم بممر، ده كان احسن شيء تم فعله في الفتره الاخيره. انا اظن ان المتحف ده هيكون علامه بارزه في تاريخ المتاحف في العالم كله مش في مصر. نعم، المؤتمر دكتور خالد بيتم من خلاله عرض تقنيات العرض المتحفي وأحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا المجال، إلى أي مدى يمكن استفادة مصر من إقامة هذا المؤتمر في تطوير أساليب العرض المتحفي لدينا؟ أولا، اللي بنشارك في هذا المؤتمر كمان مجموعة من أعظم وأفضل خبراء المتاحف على مستوى العالم. نعم، وهذا المؤتمر بيجلب هذه التقنيات للعرض داخل المؤتمر، واحنا هنسمح للشباب المصريين المتخصصين في المتاحف بالحضور في هذا المؤتمر، وسنسمح لطلاب كليات الاثار والفنون الجميله والفنون التطبيقيه ان يشاركوا في هذا المؤتمر، وده كله عشان نبني جديد جيل جديد في مصر متخصص في علوم المتاحف بصوره عصريه. نعم دكتور خالد، 4000 خبير من مختلف دول العالم بيمثلوا مدراء متاحف وشركات تنظيم للمعارض وخبراء في مجال تسويق المتاحف والتراث، طبيعة المشاركين في هذا المؤتمر إلى أي مدى ممكن أن يكون لها مردود على قطاع السياحة في مصر؟ لا، هو مجرد الإعلان عن الإسكندرية تضع مدينة الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية. نعم، وبعدين بتضع مع مدينة ثم فوق ثم العلمين، وده معناه ان شركات السياحه على مستوى العالم ستعيد النظر في استبعاد اسكندريه من خريطه السياحه العالميه، وده هيؤدي الى زياده المقاصد السياحيه في مصر وزياده عدد السياح اللي بيزوروا مصر. نعم دكتور خالد، هذه هي أول مرة تستضيف دولة عربية أو أفريقية هذا المؤتمر، لماذا لم يقع الاختيار على أي من الدول العربية أو الأفريقية من قبل؟ يعني إيه المعوقات اللي حالت دون ذلك؟ أولا، لأن ما كانش في قوة عربية أو أفريقية تستطيع أن تنتدى هذا الأمر من أوروبا. أوروبا دائما كانت تستحوذ على استضافة هذا المؤتمر، لأن أوروبا كانت تدرك العوائد الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية لمثل هذه المؤتمرات. احنا لاول مره بنينا تحالف عربي افريقي، ثم تحالف معنا الاسيويين وامريكا اللاتينيه ففزنا بهذا الحدث. ودي مساله تجعل الاوروبيين يعيدوا النظر في سيطرتهم على المتحف الدولي للمتاحف مره اخرى. وده يبشر ان الوجود العربي في عالم المتاحف سيختلف خلال السنوات القادمه. نعم، أنا بشكر حضرتك شكر جزيل دكتور خالد عزب رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف، وكل دعواتنا وأمنياتنا بتنظيم جيد لهذا المؤتمر، مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف. مشاهدينا، بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية مع أهم أحداث اليوم. موجز لأهم أنباء الساعة، نلتقي بعده بالوقفة الحوارية الوحيدة في حلقة اليوم من القاهرة، وموضوعها كما ذكرنا في مقدمة هذه الحلقة الموازنة العامة الجديدة للدولة التي أقرها البرلمان يوم الثلاثاء الماضي. بعد الفاصل نلتقي. موجز أنباء 11 مساء، أهلا بكم. كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي بحكومة تسيير الأعمال بتشكيل الحكومة الجديدة، ويأتي تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة بعد يومين من تقديم حكومة شريف إسماعيل استقالتها للرئيس. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تابع باهتمام نتائج اجتماعات مجلس الأعمال التنسيقي السعودي الإماراتي بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي العهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، وما تمثله من تعزيز لآليات العمل العربي المشترك. وأشار السيسي إلى دعم مصر الكامل للجهود المبذولة على صعيد تدعيم الروابط المشتركة بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات، مؤكدا أنه يثمن هذه الخطوة متمنيا التوفيق لما فيه رخاء واستقرار الشعوب العربية.
أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طارق رضوان عن استيائه الشديد إزاء المذكرة الصادرة على المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مصر وما تضمنته من ادعاءات لا أساس لها من الصحة. وقال رضوان في بيان صحفي إن ما ورد في المذكرة ليس إلا ادعاءات لا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن الدولة المصرية أكدت مرارا أنه ليس لديها معتقل سياسي واحد، وأن من يتم القبض عليهم هم متهمون في قضايا جنائية ويقدمون للمحاكمة أمام القاضي الطبيعي. سيطرت قوات الجيش الوطني الليبي على ميناء مدينة الدرنة وأجزاء كبيرة من المدينة الساحلية الواقعة شرق ليبيا بعد تحريرها بالكامل من المسلحين. كانت القوات الخاصة الليبية قد اجتاحت الاثنين الماضي المدينة وسيطرت على أكثر من 75% منها، حيث شهدت العملية العسكرية تقدم قوات الجيش الوطني الليبي في المحور الجنوبي الغربي والمحور الغربي للمدينة بعد خضوعها لسيطرة التنظيمات الراديكالية لأكثر من 4 سنوات. حررت قوات الجيش اليمني جبل بوانا المطل على وادي خب بمحافظة الجوف من ميليشيات الحوثي الانقلابية. وقالت مصادر عسكرية يمنية إن قوات الجيش حررت جبل بوانا بعد معارك عنيفة مع الميليشيات، مشيرا إلى أن القوات تصدت لهجوم عنيف شنته ميليشيا الحوثي على مواقع في منطقة مزوية بمديرية المتون غرب المحافظة، مؤكدا سقوط القتلى وجرحى في صفوف الحوثيين. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أنه سيتم استكمال مركز تجميع لأجهزة الطرد المركزي في مدينة نطنز وسط البلاد في غضون شهر. وأكد صالحي أن طهران لم تقم بأي أجزاء أو عفوا بأي إجراء يناقض الاتفاق النووي، مضيفا أن بلاده لا يمكنها إنتاج أجهزة الطرد المركزي حسب ما تشاء وأنه توجد قيود في الاتفاق النووي. وأشار صالحي إلى وجود تعليمات من القيادة الإيرانية بتوفير التمهيدات اللازمة ليكون بإمكان طهران في حالة الضرورة البدء سريعا بإنتاج هذه الأجهزة خلال فترة زمنية قصيرة. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة. الآن عودة مرة أخرى إلى برنامج من القاهرة وغادة فاروق ومزيد من الأخبار. شكرا. وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على زيادة إضافية لبند الأجور والمعاشات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2018-2019 بمقدار 4 مليارات جنيه، بواقع 40 جنيها لكل فئة من الفئات الواردة في بند الأجور و600 مليون جنيه للمعاشات، ليتم رفع الحد الأدنى للزيادة المقررة في مشروع الموازنة من 125 إلى 150 جنيها وبحد أقصى 626 جنيها. جاء ذلك استجابة لمقترح من رئيس مجلس النواب وافق عليه وزيرا المالية والتضامن الاجتماعي خلال مناقشة مجلس النواب التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018-2019-2021-2022 وخطة العام الأول منها ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018-2019. عبد العال أشار إلى أن الأرقام تقتضي أن يقف المجلس إلى جوار المواطنين بطلب رفع المرتبات بواقع 40 جنيها لكل فئة من الفئات الواردة. وقال عبد العال: نطالب بأربعة مليارات جنيه لزيادة الأجور، فيما أعلن عبد العال عن موافقة لجنة الخطة والموازنة على طلب وزير المالية، مقترحا أن تتم زيادة أخرى في المعاشات في موازنة السنة المالية الجديدة. وعقب وزير المالية عمرو الجارحي على كلمة عبد العال قائلا: نطلب وعدا من رئيس المجلس بأن توفر لجنة الخطة والموازنة الموارد اللازمة للاعتمادات الإضافية حال حدوث زيادة في العجز في الموازنة. هذا وقد وافقت حكومة تسيير الأعمال في اجتماعها الأسبوعي برئاسة شريف إسماعيل المكلف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسيير أعمال الحكومة المستقيلة، وافقت على مشروع قانون السجل العيني المختص بالحفاظ على الأملاك العقارية الخاصة للمواطنين، وقد تمت إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
لا لا، انت صحتك مش عجباني خالص يا ام رضا. وده من ايه يا دكتور؟ ده من انك لضمت العيلين ورا بعض وما ريحتيش نفسك. المطويات يا دكتورة. شكرا. وانا اعمل ايه يا دكتور؟ ما قرايب جوزي بيعايروا بخلفة البنات، وانا خايفة يتجوز علي، ده نفسه يجيب حتة واد يا دكتور. واد ايه ام رضا ده ايه؟ رضا دي بيت؟ ومالها يعني البنت، ناقصه ايد ولا ناقصه رجل؟ ما انا قدامك اهو بنت ودكتوره. يا حبيبتي البنت دي كنزه هتحسي بيها قدام. ما تقصدش والله يا جرايه يا ام رضا حد يقول الكلام ده؟ وبعدين انت عندك نعمه ورضا وكفايه على كده. لا كفايه انت على كده وتفضل. حاضر يا دكتور. طب والعمل ايه يا دكتور؟ اسالي واختاري وانت لا هتتعبي ولا تحتاري. نظم اسرتك تعيش في راحه وهنا. ده ما فيش في الدنيا اغلى من الضنا. مشاهدينا الكرام، أجدد التحية بحضراتكم في وقفتنا الحوارية الرئيسية في حلقة اليوم من القاهرة. وكما تابعنا في التقرير السابق، موضوعها هو موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة. للحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا في استوديو من القاهرة النائب ممدوح الحسيني عضو مجلس النواب. برحب بحضرتك سيادة النائب. وأيضا الدكتور محمد الشواتفي عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق. برحب بحضرتك. مشاهدينا اسمحوا لنا ننتقل الآن إلى الأزهر ومراسل النيل محمد الخطيب الذي ينقل إلينا فعاليات احتفالات المصريين بشهر رمضان المبارك على الهواء مباشرة من زينب خاتون. إليك محمد، كيف هي الأجواء لديك الآن؟ نعم، يعني غدا مساء الخير عليك ومساء الخير على كل مشاهدي النيل الأخبار. يعني المصريون مصرون أن هم يحتفلوا بشهر رمضان الكريم حتى آخر يوم فيه. إحنا النهاردة في زينب خاتون، واحدة من الأماكن التاريخية الأثرية في منطقة الحسين. أجواء احتفالية رائعة، يعني ما يسيطر على المكان هو الزحام الشديد، هو اللمبة اللي موجودة داخل جميع أركان المكان. يعني اسمحي لي، أنا في وسط مجموعة من الشباب قرروا أن هم يكونوا موجودين النهاردة في زينب خاتون. هنعرف بقى منهم يعني أسرار اللمة وإصرارهم وهم ينزلوا في المقاهي في مصر القديمة. شريف مساء الخير. برحب بيك على شاشه جديده الاخبار. رمضان والمقاهي في مصر القديمه اكيد ليها معاك طابع مختلف. طبعا، اولا انا اصلا برحب بكل الضيوف طبعا وبرحب بالمشاهدين. انا اصلا من السيره زينب، منطقه شعبيه، فالقهاوي اساسا في منطقه زي السيره زينب معروف ان هي تبقى زحمه في رمضان من ساعه الفطار لحد السحور، ممكن نفضل قاعدين لحد بعد الفجر كمان، نصلي الفجر وكل واحد يطلع البيت. لمة رمضان مش زي اي لمة في اي وقت في العام عموما. بس فهي روح رمضان بتحسسنا ان احنا كلنا عيلة، سواء في البيت، سواء في القهوة، في الشارع، في اي مكان، في الجوامع حتى كمان. يمكن القهاوي كمان او المقاهي في مصر القديمة او الاماكن التاريخية دايما الناس بتفضل ان هي تبقى موجودة فيها في رمضان بالذات، عشان الروح اللي ما بين الناس كلنا نحس ببعضينا، ما يبقاش في فرق ما بين واحد غني واحد فقير، كل الناس قاعده في نفس المكان، ما يبقاش في فرق ما بيننا كلنا. تمام، مساء الخير شريف. يعني اسمحي لي انا انتقل ايضا الى زميلي امير. انت قلت لي ان انت طيار. طيب، اكيد بتسافر بلاد كتير. رمضان بقى في مصر عن اي دوله تانية؟ رمضان في مصر مختلف. أول حاجة الروحانيات في مصر مرتفعة جدا، مختلفة عن أي دولة تانية، فده شيء جميل في مصر، حلو قوي. الروحانيات بتدي البني آدم يعني من صلاة تراويح، من تجمع أصدقاء، من خروجات في رمضان، بتبقى ليها طابع خاص مش موجود في أي دولة تانية. جربت كتير أماكن وشفت رمضان موجود فيها دايما، اكيد انت مرتبط بمصر اكتر من اي دوله تانية. مظبوط كده، مرتبط بمصر لان دي بلدي.
فأنا مرتبط بيه أكتر من أي دولة تانية، وبحب دايما حتى لو أنا مسافر برا في رمضان لازم أرجع لمصر عشان الأهل والصحاب وكل حاجة حلوة فيها. المقاهي بقى، القهاوي في مصر طبعا أو خصوصا في شهر رمضان الكريم، بالنسبة لك بقى بتنزل على طول؟ المقاهي يعني بننزل عشان وخاصة تجمع يا الأهل يا الصحاب، اوكي، وبتبقى في الاماكن الاثريه احلى كالحسين وزينب خاتون، بتبقى مكان لانه ليه اثر خاص بالنسبه لكل الجنسيات الاخرى، اللي هو الاماكن الاثريه في مصر اللي مش موجوده في اغلب دول العالم، فبتبقى ليها طابع خاص. لو قالوا لك بقى عندك سفريه وانت عايز بقى تقضي رمضان في مصر هتعمل ايه؟ بيبقى صعب، يعني انا دلوقتي عندي كذا سفريه مجله عشان اقعد رمضان في مصر بجد يعني، فعشان كده لا، الروحانيات في رمضان مختلفة في مصر، فعشان كده أنا حابب أبقى في مصر وخاصة في رمضان والعيد. كل سنة وأنت طيب يا شريف. أنس مساء الخير، كل سنة وأنت طيب. قول لي بقى أجواءك في رمضان بقى، كم مرة بتنزل على القهوة أو يعني بتيجي على طول زينب خاتون أو أي قهوة أنت بتفضل فيها تيجي في رمضان؟ بنزل بس مرة كل شوية مع صحابي، يعني مش كتير، ما بنزلش كتير في رمضان أو في العادي يعني. زينب خاتون مكان مميز جدا يعني بالنسبه لي. جيت مرتين، جيت امبارح والنهارده، وممكن اجي تاني يوم الوقفه، بس بحب المكان قوي يعني. بحب اي حاجه قريبه من التراث شويه تبقى بالنسبه لي حلوه، بحب المود والجو ده. الحفلات اللي بتتعمل في الحسين هنا وغيرها بتبقى حلوه يعني. دايما بيقولوا في رمضان ان يعني افضل الاماكن الواحد بينزل فيها هي المقاهي وهي القهاوي المرتبطه بالاماكن الاثريه او الاماكن التاريخيه في مصر. صح. مش عارف، بس تلاقي الناس بتحس مود مختلف يعني. قهاوي وسط البلد والاماكن اللي هنا بتحس انك انت اقرب شويه للبساطه، فتلاقي الناس بتحبها اكتر يعني عن القهاوي اللي ممكن اللي ليها اسامي معروفه. انك تحس انك انت شويه قريب من الناس ومن البساطه، ده بالنسبه لنا اعتقد بيبقى احسن كتير. وانت طيب؟ كل سنه وانت طيب. وكل سنه طيب امير. طيب. امير كل سنه وانت طيب، ويا رب دايما رمضان مجمعكم ودايما في خير. يعني غاده، يعني كما تابعتي يعني هذه هي اجواء رمضانيه في مصر، تختلف في مكان في العالم. لمة العيله والوئام والمحبه بين كل افراد الاسره المصريه. كل عام وانت بخير، وكل عام والشعب المصري دائما بألف خير. نعم محمد.